أحياناً تحط المدرسة قوانين ما تمشي على هوانا، من منع أشياء معينة أو حدنا بلبس معين. يعني إيش نسوي؟ ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، ولكن تجري الرياح كما تجري سفينتنا، نحن الرياح ونحن البحر والسفن. مقطعنا اليوم عن المظاهرة اللي سويناها عشان نسترد حقنا. إيش أهم مادة في المرحلة الدراسية؟ كذا النكبة الكبيرة، ومن كثر ما إنها نكبة يحطوها أول يوم في الاختبارات، ما في غيرها، الرياضيات. في يوم من الأيام في آخر سنة من المرحلة الثانوية، دخلت علينا مدرسة الرياضيات وقالت: قررت المدرسة منع استخدام الآلة الحاسبة في اختبار الرياضيات، وهذا وفق المادة 14 من قانون المدرسة. لا أمزح، هذا كان قرار من الوزارة، وإحنا كلنا اللي كذا نوني. المهم، وفي يوم من الأيام الصباح قبل بداية الحصة الأولى، كنا جالسين في الفصل ودخلوا علينا بنتين من فصل ثاني، وقالت واحدة فيهم: بنات، اليوم في الفسحة نبغى نسوي مظاهرة. من يوم ما قالت مظاهرة أنا ضحكت، أحسبها تمزح، والألتفت كلهم ساكتين. طلع من جدها، وكملت البنت كلامها تقول: بنسوي مظاهرة عشان الآلة الحاسبة اليوم بعد الفسحة، خليكم جالسين ولا حد يقوم للفصول. المفروض إذا انتهت الفسحة نقوم ونرجع فصولنا زي الأوادم الطبيعيين عشان تبدأ الحصة اللي بعدها، بس هي تبغانا نسوي زي الإضراب، إنه ما إحنا قايمين إلا أن تسمحوا لنا بالآلة الحاسبة. دام السالفة فيها تضييع للحصة اللي بعد الفسحة، طبعاً ما بنقول لا. وجاء على نهاية وقت الفسحة والبنات جالسين ما قاموا من أماكنهم، والمدرسات يقول لهم ارجعوا فصولكم، وما حد قام طبعاً، وبدأت الحصة اللي بعدها والبنات لسه جالسين. وقفت كذا من فوق وجلست أتفرج عليهم، وهنا الموضوع خرج عن سيطرة المعلمات. عدد البنات كبير وما حد راضي يقوم، فمين المفروض يجي الحين؟ البيج بوس، المدير، ولا تدخل عليهم زي دخلة التايتن لما ندمر الجدران؟ والبنات كلهم نقرا. وبكذا انتهت المظاهرة اللي بنص ريال. أتوقع أنه كثير قد سوى مظاهرات في المدرسة قبل كذا، وكلها عن المقصف اللي يبيع أكل الكالوري فيه يمكن نفس اللي في البرجر، وهم في إذاعة الصباح ينصحونا بشرب الحليب وأكل الفواكه. وهل تعلم أن رقبة الزرافة طويلة؟ شتيروكا كيري نوكوبي غاناغاي تويو كتو وشتيروكا ركو دا واسابا كونوفوني أو يباريرو تويو كتو وشتيروكا إيجو ديس. وحتى الفيديو إيجو ماتاني